وبعد غياب فترة نتيجة الالتزام بمستويات الرئاسة والوجود المحترم كان متواجد على تحت السياسية وعلى الشارع، والنتائج القريبة اللي الحمد لله وصلنا بيها، ورأي الشارع المصري في تحديد مصير واختيار ربيع. الحقيقة احنا بنوجه الشكر لكل رؤساء الأحزاب اللي اشتغلوا واجتهدوا، وكل مدافعين الأحزاب والسيادات الشبابية والشعبية الموجودة اللي اجتهدت وثبتت فعلا ان المواطن المصري واحسن في الحج يجي كلمته بيقولها بلا قيد او شرط. النهارده بنبتدي جدول اعمالنا وهو محمل بكثير من الموضوعات، وفي نفس الوقت برضه بحب احيي الاعلام والصحفيين والاعلاميين على الشخصيه القويه واللي خلت في حماس موجوده عند الناس انها تتحرك بحب وباداء، لانه كنا كل لحظه بنلاقي في تقرير نازل بيغطي الخبرات والمشاركه السياسيه للناس في الشارع.